نتابع من الدار البيضاء، حيث فتحت أمس الخميس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر ومسالك تهريب شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي طنا واحدا و370 كيلوغرام، وهي الكمية التي عثر عليها داخل الشحنة من الأسماك المجمدة المستوردة. نتابع ربورتاج حميدة مربوح والتحرير لحمزة أيت مسعود. بين كميات الأسماك المجمدة القادمة من إسبانيا، شحنة كوكايين يبلغ وزنها الإجمالي طنا و370 كيلوغراما استنفرت أمن العاصمة الاقتصادية. المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنة. أسماك مستوردة من دولة إسبانيا انطلاقا من احد دول امريكا اللاتينيه عبر شركه مغربيه اللي تم الاهتداء الى المالك ديالها، ومن خلال تفحص الوثائق ديال عمليات الاستيراد اللي كتبان لحدود الساعه انها كانت بطريقه قانونيه. المديرية العامة للأمن الوطني وحسب بلاغها ذكرت أنها توصلت بإشعار أحد ملاك وحدات توزيع الأسماك المستوردة بالدار البيضاء يفيد بعثوره على كميات من مادة بيضاء داخل الشحنة المستوردة. تبين بأن عملية البيع مستت مجموعة ديال الزبناء ديالو اللي تم الانتقال لمقرات العمل ديالهم للقيام بأبحاث والتحريات وتفتيشات اللي مكنت من حجز كميات بأماكن مختلفة. مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء أفادت أن الأبحاث متواصلة بالتنسيق مع قنوات التعاون الأمني والدولي لتحديد مصدر هذه الشحنة من الكوكايين، وأيضا لرصد مسارات دخولها إلى التراب الوطني.